غادي نمشيو على بركه الله نحيو الدكتور لطفي الصغاري في البدايه دائما كي ياخذنا لعالم المعلومه. واليوم غادي نتكلموا على واحد الحويجه اللي هي محببه عند قلوبنا احنا المغاربه، لانه اتسمت بالتقاليد وبالعادات وبكرم الضيافه، هو الاكثر يمكن انتشار، اكثر شعبيه، كل العالم كتعرفوا وكل واحد بطريقته كيحضروا، فهو مشروب الشاي. الشاي فيه فوائد كثيره، احنا غادي نتعرفوا على الانواع ديالو، على الالوان ديالو اختلافها، والفوائد ديالها على صحتنا، ولا كثرنا منه شنو هي الاضرار اللي كتقدر تعطينا. دكتور لطفي الصغاري صباح الخير. صباح النور الاخت سميه، لاباس عليك؟ امور هانيه؟ الحمد لله لاباس. كي دايرين نتوما؟ لاباس عليكم. كنسلموا عليك دكتور، وكنشتاقوا لك دائما كيف العاده. شكرا على تلبيه دعوتنا، وكل نهار تيكون معنا معلومه جديده معك. صحيح صحيح، وكما كنقولوا يوم جديد مع موضوع جديد، وخا الموضوع ديال اليوم هو موضوع اللي كيعرفوه الناس خصوصا المغاربه، وكما اشرتي لها هو انه مشروب عنده علاقه كبيره وطيده، ولا كما كنقولوا مشروب ثقافي، وخصوصا فاش كنقولوا اتاي كنزيدوا حداه النعناع. والشاي هو واحد المشروب اللي نقدروا نقولوا من اكبر المشروبات اللي يتم تناولها في العالم، ماشي غير في المغرب، غير هو حنا ارتبطنا الشاي مع النعناع. غنهضروا عليه ونهضروا على فوائده اليوم الاخت سميه، وكما شرتي لها دونك في فوائد، وكذلك خص بنادم يعرف شنو هما الحويجات اللي يقدروا يترتبوا عليه فاش يكونوا فاذا كثرنا منه. حنا كنعرفوا ان كاينين المنازل المغربيه اللي كيقدروا يشربوا الشاي واحد 3 حتى 4 المرات في اليوم. علاش؟ حيت تدخل كمورود ثقافي، وخصنا نعرفوا علاش اصلا ما نقدروش نرجعوا باللور. يعني ثقافيا كاين واحد الارتباط، فوقاش كنديروه؟ كنديروه فاش كنكونوا كنتناولوا بعض الاغذيه او في بعض الافراح، دوك ارتبط بواحد الاوضاع معينه، واحد الحالات معينه. بالكرم بالكرم والضيافه صحيح. ضروري فاش تبغي تكبر بشي واحد كتجيب لي شي طبيسين او تريدي الحلوه ولا الصراط، وضروري معاه شي كويس ديال اتاي مشحر كما كنقولوا. الو فاش نقولوا الشاي، دونك الا قلبوا المستمعين ديالنا في الانترنت شنو هو الشاي، غيلقاو هو عباره عن نبته، وهذاك الشيء اللي كنتناولوا حنايا وباش كنطيبوا هذاك اتاي ديالنا ولا الشاي اللي غنتناولوه، غالبا كيكونوا هي وريقات اللي كيبانوا على شكل وريقات، هو اللي كيكون قليل عندنا في المغرب، ولا كيكون على شكل حبيبات، اولا كما كنقولوا حنايا شعيرات. هادو بثلاثه الحويجات راه هي نفس الحاجه، دونك هما وريقات ديال واحد النبات اولا ديال واحد الشجره صينيه سميتها الكاميليا. دونك هما وريقات، يعني واخا يختلف الانواع الاوراق يكون هي نيت، الاختلاف ما بين واش مصوب على شكل حبوب او لا على شكل شعيرات، كيبقى هذاك في لو بروسيسوس دو فابريكاسيون، يعني الطريقه او المراحل ديال التصنيع، يعني غير المراحل تختلف. عاد كاينين فاش كنجيو نهضروا على الموطن الاصلي، كلشي غيعرف الموطن الاصلي اللي هي اسيا وغالبا الصين ايتترا، هما اكبر الناس اللي كيستهلكوا بطريقه كبيره، وما كيستهلكوش بنفس الطريقه باش كنحضروا حنا. صحيح حنا اولا في الدول العربيه بشكل عام. دونك هذا من جهه. من الجهه الثانيه هي الانواع، كاين انواع كثيره. فاش كنهضروا على الانواع كنهضروا غالبا كنقدروا نفرقوا بيناتهم بالالوان. كاين الالوان اللي كنعرفوها حنايا اللي هي الاخضر والاسود، واللي هو متواجد عندنا في المغرب، يعني غتشوفوا غير من الشوفه ديالو كيبان لك اللون ديالو اخضر او اللون ديالو اسود. وكاين بعض الانواع اللي ما قليله عندنا في المغرب، كتكون غير في بعض المحلات اللي كيحاولوا يبيعوا داكشي اللي كيكون مستورد، او الناس اللي كيكونوا كيبيعوا عناصر غذائيه اللي كيسوقوا على اساس انها كتكون طبيعيه وفيها فوائد اكثر. مثال ديال الشاي الابيض اللي كيكون اللون ديالو كما كنقولوا اللون ديالو شي شويه مايل للابيض، وكيكون هو اللي كنقولوا اقل معالجه، يعني ما داش من مراحل التصنيع كثيره، وبالتالي كيكون حتى القيمه الغذائيه ديالو كتكون شويه مرتفعه، وحتى بيان سور ثمنه كيكون جد مرتفع. حنا كنعرفوا ان الشاي اللي كنتناولوه بطريقه يوميه في المنازل ديالنا في المغرب الثمن ديالو كيكون مناسب، ولكن الا مشيتي قلبتي على شي اخر اللي كيكون غالبا اقل تصنيع وقيمته الغذائيه اللي كتكون مرتفعه، غالبا كيكون الثمن ديالو كيرتفع لدرجه تقصد يوصل حتى 500 درهم ولا اكثر. دونك هذا من جهه. دونك كما شرنا ليها، دونك هو النبات أو الأوراق مناش مصوب الشاي في بجميع أنواعه هو نيت، كيبقى غير الاختلاف في الطريقة ديال التصنيع، وهذه الطريقة ديال التصنيع تؤثر نسبيا على القيمة الغذائية. حنا كنعرفوا أن واحد في هذا كما كنقولوا هو سيف ذو حدين، هي أن المعلومة ولات متاحة، ولكن بالتالي ولا كيطرى فيها الخلط، وارتبط لنا واحد الاسم ديال واحد النوع من أنواع الشاي مع فوائده الصحية اللي هو الشاي الأخضر. كيقول لك الشاي الأخضر عنده فوائد أكثر من الشاي الأنواع الأخرى، وهي بيني وبينكم صحيحة نسبيا، حيت لو بروسيسو دو فابريكاسيون ولا المراحل ديال التصنيع ديال الشاي باش يولي اسود كيكون داز في واحد البرهم مراحل كثيره، وبالتالي قيمته الغذائيه كتكون نقصات، ولكن كيبقاو فيه عناصر اخرى مثلا الكافيين ايتيتا. وباش نزيدوا نقربوا المستمعين الاخت سميه، ديما كما كنديروا ديما البدايه كتكون مع القيمه
القيمه الغذائيه. الوغ فاش كنقولوا القيمه الغذائيه ما غنهضروش على القيمه الغذائيه ديال كل نوع من الانواع، غنهضروا على القيمه الغذائيه بشكل عام. الاختلاف اللي كيكون كيكون غير في التركيز، دونك كتلقى نوع فيه مثلا داك فيه على نفس العناصر الغذائيه ولكن تختلفوا من ناحيه الكميه. الوغ اول حاجه كنبداو بها واللي هي اللي كيعرفوها المستمعين انا متاكد كيعرفوها، اللي هي مضادات الاكسده. دونك شيء يعد من العناصر الغذائيه اللي فيها اكثر او كميه اكبر من مضادات الاكسده، وداك الشيء علاش ترتبطوا في مجموعه ديال المقالات العلميه كتلقى مجموعه ديال الدول الاسيويه ما كيعانيوش من مجموعه الامراض منهم امراض السرطانات، يعني كتلقى في الاحتمال ولا بريفالونس كتلقاها هابطه بحكم انه داخل في ثقافتهم كيتناولوه بواحد الطريقه اللي كتكون مهمه وبواحد الطريقه ديال التحضير اللي خاصه. صحيح. هذا من جهه. دونك فيه مضادات الاكسده، منها ما بين هذه المضادات الاكسده كاين واحد المركب اللي كنسميوه حنايا عائله ديال مضادات الاكسده سميتهم لي بوليفينول، ما كايناش غير في الشاي، دونك كاينه في الرمان، كاينه في مجموعه العناصر الغذائيه اخرى، خصها تدخل في النظام الغذائي باش كتحمي ليا الجهاز العصبي وكتحمي ليا مجموعه الاعضاء، احنا غنهضروا عليها من بعد. كذلك فيها مجموعه ديال المواد الكيميائيه، وهنا اللي في غيستغربوا ليا مجموعه ديال المستمعين، هي ان الشاي بجميع انواعه في واحد النسبه مهمه من الكافيين. صحيح. كيفوق القهوه ولا القهوه اكثر منه دكتور؟ على حسب، دونك على حسب الانواع. فاش كنقولوا مثلا الشاي الاسود فيه نسبه مهمه من الكافيين الا قرناه مع 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 مع, مع, مع الشاي الاخضر او لا، ولكن مع القهوه تقريبا نفسه، دونك فاش كنقولوا نفسه يعني الكميه لا تختلف، وعلى حسب واش كتاخذ شاي مركز يعني فيه كميه كبيره من 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 من, من يعني قاصح كما تنقولوا يعني. قاصح فوالا اتي قاصح، وفاش كنهضروا على قاصح راه كنهضروا على واحد المنطقه معينه في المغرب عندنا معروفه هي الصحراء المغربيه الاخت سميه، الا فايت مشيتي عندهم لا تيديك اتاي جبت بوحدها هذيك. صحيح. كيقول لك اجي جلس معايا باش نتييو باش نشربوا لو تي زعما الشاي، وكيكون كويس صغير وكيبقى يطيب ويعاود يطيب ويطيب ويعاود يطيب، وكتزاد ليه نسبه مهمه من السكر. هو كيبقى هذاك مورود ثقافي بيان سور، عنده شويه الفوائد وعنده شويه بزاف ديال الاضرار حيت فيه حيت فيه السكر كثير، وكذلك فيه حتى الطياب كيطيب اكثر من القياس، دونك القيمه الغذائيه كتنقص كثيره. الوغ قلنا فيها مكونات منها الكافيين، دونك فيها الكافيين اللي فيه نسبه مهمه، داك الشيء علاش بعض الناس اللي كيقول لك انا راه ما كنشربش القهوه كنشرب غير اتاي، ولكن راه مازال كيطير لي النعاس ما عرفتش علاش. دونك راه اتاي كيطير النعاس بشكل كبير، وواحد من الاضرار ديالو اللي غنهضروا عليها هي انه يقدر يتسبب في مشاكل على مستوى النوم. فاش كنقولوا مشاكل غالبا كنهضروا على جوده النوم، يعني ما كتنعسش مزيان، نعس وتفيق نعس وتفيق، باسكو الكميه ديال الكافيين اللي فيه صحيح كتاكتيفي لك الجهاز العصبي ديالك، دونك الجهاز العصبي ديالك كيتحفز وكيبقى خدام. هذا من جهه فيها مركبات كيميائيه اخرى اللي عندها فوائد كثيره بحال التيوفيلين، دونك هو عباره عن مكون ومن سميتو باين التيوفيلين دا جاي من لوتي، دونك واحد المكون بحال الكافيين، تهو منبه وتهو عنده فوائد كثيره بالنسبه للجسم حنا نشوفوها. كذلك فيه شويه واحد النسبه مهمه من 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 الكربوهيدرات اللي كنسميهم حنا سكريات معقده، كذلك بعض البروتينات، وعاد زيد عليها فيها مركبات ما يسمى المركبات النباتيه الطياره، هي اللي كتعطيه ذاك الرائحه الخاصه ديالو، ما يمكنش تدوس تمشي بلاصه فيها اتاي فيها الشاي وما تشمش الرائحه ديالو. ومثال ديال هذه المواد هي الكلوروفيل، دونك الكلوروفيل غالبا هو الماده اللي كتعطينا اللون الاخضر للاوراق لجميع النباتات، ترى الله سبحانه وتعالى هي اللي مسؤوله على التركيب الضوئي، يعني هي المسؤوله على انتاج الطاقه عن طريق استعمال الضوء ديال الشمس. وكما ولا فاتين شفتوا الشجيره ديال الشاي راه كتكون شجيره عندها اوراق اللي كتكون خضراء اكثر من القياس، دونك هذا الكلوروفيل حتى هو عنده فوائد كثيره بالنسبه للجسم. عاد زيد عليها فيه مجموعه ديال المعادن وكذلك الفلورايد اللي كيتسموا لي فلوريد ومجموعه المعادن الصحيه، دونك بشكل عام هذه هي القيمه الغذائيه الاخت سمية، وبالتالي الاستهلاك ديالو بواحد الكميه معينه اوتوماتيكمون كيكون عنده فوائد. طيب دكتور، احنا دائما مواصلين النصائح والمعلومات حول المشروب الاكثر انتشار وشهره في العالم مش فقط غير في موروثنا التقليدي المغربي اللي هو اتاي، في انواع مختلفه، ولكن ربما اللي كثير شائع هو الشاي الاخضر اللي عندنا، ياك ما عندناش انواع كثيره من غير الاخضر والاسود، ما كاين الازرق، كاين يمكن الوان اخرى، الشاي الاحمر، كاين الوان كثيره غير متداوله يمكن بكثره في بلادنا، صحيح؟ صحيح صحيح. ولكن بيني وبينك الاخت سميه الاحسن كما كنقول الانواع احسن النوع احسن الانواع، من الافضل اننا نمشيو لما هو طبيعي اللي كيكون ما فيهش ما داش من مراحل التصنيع كثيره. دونك الا جينا نديروا التصنيف الاول نقدروا نديروا الشاي الاخضر هو الاحسن تقريبا، من موراه زعما في هادشي اللي متوفر حاليا عندنا في الاسواق، ومن موراه عاد الاسود. واصلا انا كنشوف مجموعه الناس اللي كيمشيو ليه بزاف، دونك يمشيو الاخضر، داك الشيء علاش ما نحتاجوش ننصحوهم، والفوائد ديال هذا النوع هذا الاخضر او لا الفوائد ديالهم كاملين الاخت
السميه، غير كما قلنا التراكيز ديال العناصر الغذائيه الصحيه كتكون تختلف، ولكن بالنسبه للفوائد كما كنقولوا كل غذاء كيكون عنده واحد العنصر الغذائي، واحد من المكونات اللي كيكون هي اللي كما كنقولوا ديما طالع عليها الفيلم. دونك الحاجه اللي طالع عليها الفيلم هنا في الشاي اللي خصهم يعرفوها الناس، وما كرهتش نبقاو نتناولوا الشاي ونشربوه ماشي غير على ود مذاقه، ماشي على ود الجلسه، مره مره نتناولوه بالطريقه الصحيه باش نستافدوا من هذه الحاجه اللي نهضروا عليها اللي قلنا هي لي بوليفينول، او اللي هي عباره عن مضادات الاكسده. هو واحد من لي بوليفينول اللي كيلعب ليه دور كبير وكيعطينا فائده كبيره هو اللي كيتسمى الكاتيكين. دونك هو واحد من انواع ديال لي بوليفينول، هو اللي مسؤول على كما كنقولوا بطريقه مباشره كيعاون ليا الجسم انه يكافح ليا ديك ما يسمى تلف الخلايا ديال الجسم. فاش كنقولوا تلف هي انا كنعرفوا ان كندوزو ضغوطات على مستوى النهار، كنتناولوا اغذيه غالبا ما كتكونش صحيه، كتفرض علينا في بعض الاوقات، ما كنديرولوش نشاط بدني في واحد جوج ثلاثه الاسابيع، وبالتالي هنا الجسم نسبه الحمضيه ديال الجسم ديالنا كترتفع والنسبه ديال الجذور الحره كترتفع. هذا ما يسمى بالاجهاد التاكسدي، انا ديما كنقولها الاجهاد التاكسدي ستريس اوكسيداتيف. وداك الشيء اش كنقول لهم ديما فاش تسمع ستريس ما تخش تخيل داك الضغط النفسي اللي كتعرف، اي حاجه كتخسر ليا او لما كتخليش الجسم ديالي انه يخدم مزيان هذاك في حد ذاته كنسميوه عباره عن ضغط او لا كنسميوه ان ستريس. دونك هذاك الجذور الحره اوتوماتيكمون هذه الماده هذه هاد لاكاتيكين ولا هاد مضاد الاكسده اللي ينتمي لعائله لي بوليفينول اوتوماتيكمون كيمشيو كيكبح ليا العمل ديالهم وكيبلوكيهم ما كيخليهمش يخدموا، وبالتالي كينقص لك من ديك العمليه ديال كما كنقولوا ديال التلف ديال الخلايا. فاش كنقولوا تلف الخلايا حنا راه كنهضروا دابا على الجسم كامل، عاد نهضروا على كل منطقه معينه، واكبر منطقه كتاثر وعضو كيتاثر بالتلف ديال الخلايا خصوصا الى ما تهليناش في راسنا هو الجهاز العصبي ولا الدماغ، حيت كما كنقولوا الدماغ الله سبحانه وتعالى عطانا فيه واحد العدد ديال الخلايا خصك تحافظ عليهم، كل ما حافظتي على ذوك العدد ديال الخلايا كل ما تعيش مزيان، حيت الخلايا الجهاز العصبي غالبا لا تتجدد. تجرحتي في يدك، تجرحتي في ظهرك، الجلد كيترمم مع الوقت، ولكن كيترمم مع الوقت جميع اعضاء تقريبا، ولكن الخلايا العصبيه ما كترممش اخت سمية. صحيح. طيب الله يشافي الجميع دكتور ويعافينا. نتكلموا على طرق الاعداد ديال الاتاي، خليتيها انه باش نستافدوا من الفوائد ديالو وناخذوا هذه الخصائص كامله اللي تكلمتي عليها. حنا عندنا طرق مختلفه، الا جيتي غير تشوفي المناطق بلادنا كل منطقه عندها تقاليدها وعندها خصوصيتها في اعداد اتاي. صحيح هو شيء اللي هو يحسب لنا في عاداتنا وتقاليدنا اللي هو التنوع، ولكن حنا كنحافظوا ديما على الاشياء بقيمتها باش ناخذوا هذه المزايا اللي ذكرتيها في صحتنا. فكيفاش الطريقه اللي كتشوفها صحيحه دكتور نستافدوا منها وحتى التوقيت المناسب ديال شرب اتاي؟ الوغ صحيح الاخت سميه، دونك باختلاف الجهات باختلاف كما كنقولوا نسميوه الثقافات الغذائيه، عندنا واحد الكونتراست ديال في الثقافات الغذائيه، واحد الاختلافات، حيت هضرنا على الصحراء المغربيه الدول اللي في الجنوب غالبا كيشربوا اتاي بواحد الطريقه معينه. صحيح، الناس في الشمال عاوتاني عندهم طريقتهم ديال اتاي، في الوسط الناس ياك صحيح الدار البيضاء والنواحي عندهم كذلك طريقتهم، فكتلقى كل منطقه عندها اختلاف في تحضير اتاي. وهذا الشيء ما بغيناش يتبدل اخت سميه، دونك حنا كنعطيو نصائح اليوم باش نحاولوا نصحوا بعض المغالطات، ولكن هذا ما كنسميه انا مورود ثقافي غذائي، خصو يبقى، دونك غير خصنا نتناولوه بواحد الكميه اللي معينه. ولكن اللي بغيت نشرح انا هو ان الشاي بالطريقه اللي كنتناولوه بها حنا كنتناولوه كمشروب كيجي مع الاغذيه، يعني كندوزوا به الاغذيه، دونك هذا هو الغلط الاول. الغلط الاول هو ان كنتناولوا وكنشربوا الشاي مع الاغذيه، وغالبا هذا المشكل ديال كندوز شي حاجه بشي حاجه سائله، يعني كنتغدى وكنشرب معها شي حاجه سائله، اوتوماتيكمون هذا الشيء كينقص ليا من درجه الهضم ديال ديك الاغذيه اللي كنتناول. ثاني حاجه هو ان معروف الشاي فيه لاكافيين وفيه عناصر اخرى اللي كتمنع ليا امتصاص مجموعه المعادن، ماشي غير الحديد، كتمنع ليا امتصاص مجموعه المعادن وخصوصا الحديد، وكتمنع ليا امتصاص المعادن خصوصا المعادن الفيرنو امينيك، يعني الحديد اللي جاي من مصادر نباتيه. دونك من الافضل ان الشاي نقدروا نشربوه كمشروب الا شربناه مع اغذيه مره مره ما فيها باس، ولكن ما يوليش عندنا العاده ديال ان كنتناول مثلا البيض والخبز وكنتناول معاه الشاي مثلا في الفطور. كتلقى الاغلبيه كيفطر هكا، البيض فيه الحديد، فيه مجموعه الفيتامينات، الشاي فاش كنشربوا معاه اوتوماتيكمون راه كينقص ليا عمليه الامتصاص ديالو وما كنقدرش نستافد من ديك الخصائص الغذائيه ديالو. داكشي علاش الشاي تشرب بوحدو. ثاني حاجه هو الطريقه باش كنطيبوا الشاي الاخت سميه، دونك اغلبيه الناس شنو كيديروا؟ كيشدوا الماء كيخليوه حتى كيغلي حتى كيطبخ، وكيحطوا معاه بعض الحبيبات او بعض الشعيرات ديال الشاي، وكيخليوه يطبخ واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه. دونك هنا كنزيدوا نقصوا من القيمه الغذائيه، دونك كلما غلى اكثر من القياس كلما كينقص من القيمه الغذائيه. وغيلاحظوا دابا هذه واحد المقارنه يديروها هي انه فاش كيمشيو لذاك المحلات الناس يتقداو
ديك المواد اللي كيتم الترويج لها او التسويق لها على اساس انها منتوجات بيو وصحيه وغتعاونك في خساره الوزن ايتترا، كيكونوا داك ديك الخنيشات صغيورين ديال الشاي اللي كيقول لك شاي اخضر بواحد لاكاليتي بواحد الجوده معينه، فين كيكون مصاوب؟ كيكون مصاوب واحد الخنيشات صغيورين. هذيك الخنيشات غالبا ما كنطيبوهمش حنايا، دونك شنو كدير؟ كتشد الماء سخون وكديرو في واحد الكاس وكتحط فيه ديك الخنيشه وكتخليها تطلق، دونك تما كتلقاها مكتوبه في 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 لي كونسين ديال الاستعمال هي انه ما خصوش يطيب، يعني خصو غير الماء الدافي ولا الماء سخون وكنحطو فيه وكنخليوه تطلق. دونك الطريقه الصحيه باش نحافظ على الخصائص الغذائيه ديال الشاي اوتوماتيكمون هو انني تنسخ الماء نطفي عليه عاد ندير فيه بعض الحبيبات، ولكن هذه ما غيتفقوش معايا مع معايا المغاربه، حيت حنا خصنا اتاي بواحد اللون بواحد المذاق معين بواحد كميه السكر معينه، وعاد اضافات اضافات ديال الاعشاب والنكهات والتخليطات هذا باش كتعطي واحد اللذه خاصه ياك دكتور. صحيح، حيت المشكل انت قلتي لها الاخت سميه المشكل هو اللذه. حنا خليك تاخذ اتاي بالطريقه اللي كتاخذو انت، الا ما كنتي كتعاني من حتى شي مشكل ما فيك مرض السكري لا ضغط لا شي حاجه، خذ اتاي كما كتاخذو، ولكن باش تستافد من الخصائص اللي كنهضروا عليها وكنقولوا هذه القوه ديال مضادات الاكسده، اتاي خصو يتخذ كما كناخذوا اللويزه كما كناخذوا الزعتر، يعني كنشدوا الماء وكنطبخوه وكنحيدوه من فوق البوطه وكنزيدوا بعض الحبيبات وكنخليوه كاين طريقه ميه طيبه ولا سخونه وصافي وكيطلق وكتشربوا. صحيح، ونخليوه يطلق باش ديك العناصر الغذائيه تبقى، او كاين طريقه واحده اخرى حيت الشاي عنده تاثير جميل على الجهاز الهضمي، كيعاونني في المغص كيعاونني في مشاكل القولون كذلك، نقدر ناخذ غير حبيبات في يدي الاخت سميه مره في اليومين ولا في ثلاث ايام، نحكم شي شويه بيدي باش يسهلوا، ونقدر ناخذهم بغبك مع نشربهم مع كويس الماء نديرها في فمي داك الراس المعلقه ونشرب كويس ديال الماء، حتى هي كنقدر نستافد من دوك الخصائص الغذائيه ديالو بشكل كبير. داكشي علاش الموروث الثقافي نحافظوا عليه، ولكن في نفس الوقت باش نستافدوا من الخصائص الغذائيه ديال هذاك المشروب او ديال هذا العنصر الغذائي ضروري خصنا نقادوا شي شويه طريقه الاستعمال. الحاجه اللي خصهم يعرفوا الاخت سميه هي المشكل الثاني اللي كاين اللي اشرتي ليه، هي انه التخلاط ما بين الاعشاب ديما انا كنهضر عليها. دونك حنا المغرب عندنا واحد الشاي ديالنا ديال المغرب ما محسوب على حتى شي بلاد اللي هو الشاي بالنعناع. دونك اتاي بالنعناع اي واحد جهدنا اوتوماتيكمون راه كيبغي يشرب داك الشاي بالنعناع. الوغ الشاي بالنعناع فيه واحد المذاق اللي كيكون بو سبيسيال، يعني واحد المذاق خاص، فيه واحد التخليطه ما بين الشاي وكذلك ديك الاوراق النعناع. اول حاجه النعناع ما خصوش يطيب، النعناع خصو يتضاف حتى الاخر طاب طاب الشاي كل شيء تجي تحطو عاد كدير فيه بعض الوريقات تخليه يتطبخ مع البوطاف. لا ما خصوش يتطبخ، وإلا بقى اتاي عندي في الدار يعني فطرت به وبغيت نعاود نشربه وكان بقى فيه النعناع، من الافضل اننا نتخلصوا من داك الشاي كامل ونعاود نصوب شيء اخر، من الافضل انني ما نعاودش نسخن هذاك اللي بقى فيه الاوراق ديال النعناع. وانت راه غتشوفها الاخت سميه في الشمال كاين داك الشاي اللي كيقول لك اتاي شمالي، الشاي الشمالي هو عباره عن اتاي اللي كيكون طايب اتاي بالشاي وكيتزاد ليه حتى كيبغي يجيبو لك عاد كيتزاد في الكاس كيتزادوا بعض الوريقات ديال النعناع. النعناع عنده فوائد كثيره بالنسبه للصحه، نقدروا نديروا عليه حلقه باش نهضروا عليه بدقه باش تعرفوا الفوائد الكثيره ديالو، ولكن المشكل الرئيسي ديالو هو ان النعناع خص تشريه من مصادر اللي كتكون موثوقه، حيت كاين النعناع اللي كيتباع باجتهاد ديال مجموعه الناس كيكون مثلا عنده واحد الارض كيزرع فيها مثلا بكل احترامي ليهم يعني كيزرع فيها النعناع اوتوماتيكمون ما كيكونش عنده مثلا ادويه اللي لي بيستيسيد يعني المبيدات اللي غيستعمل باش يحمي داك النعناع ديالو، وبالتالي اش كيبدي يقدر يدير؟ كيقدر يخلط مجموعه كثيره ديال الانواع ديال المبيدات، وبالتالي كيولي هذاك النعناع عامر بالمبيدات عامر بمواد كيميائيه. داكشي علاش من الافضل اننا فاش نمشي نشري النعناع نبقى نختار هذاك النعناع اللي كيبان ليا سخفان، هذاك النعناع اللي كيبان ليا ما زوينش اللي الورقه ديالو بحال صغيره ومكمشه غالبا كيكون هذاك طبيعي اكثر، وهذاك النعناع اللي كتكون الورقه ديالو كبيره وحرشه وزوينه وكياتيري لاتونسيون هذاك هو النعناع اللي غالبا غيكون معالج بشكل كبير، وبالتالي هذا غير نصيحه باش نقدروا نقصوا. وديما كنقول انا للناس اللي عندهم شويه ليسباس وعندهم شويه المساحه الاخت سميه في المنازل ديالهم من الافضل ان بحال بهذه النباتات الجميله اللي كتلقى واحد الرائحه اوتوماتيكمون نقدر نزرعها في الدار باش نقدر نبدا نستعملها بطريقه صحيه اكثر صح. طيب قلنا الطريقه والتوقيت ديال الاستهلاك دكتور، حنا كنعرفوا انه هو صديق الكريسات ممكن في اي وقت مع الاحباب مع الاصدقاء مع الزملاء، يعني بنهار بالليل في وسط النهار بعد الاكل قبل الاكل، شنو هو التوقيت المناسب باش نستافدوا من الخصائص ديالو خصوصا ما كنتكلموا على شخص صحي دكتور؟ الوغ من الافضل الاخت سميه هو انه يتشرب بوحده كمشروب،
يعني ما يتشربش قبل الاكل وما يتشربش مور الاكل خصوصا. علاش؟ حيت الا يلاه الكليت وحنا غالبا حنا مرتبط عندنا من مور الاكل يعني حتى كتغدى عاد كنجيبوا اتاي وكنجيبوا حوايجات واحد اخرين. دونك غالبا الا بغيت نشربوا مور الاكل خص دوز واحد الساعه يا القليله باش ان الهضم كيكون بدا عمليه الهضم بطريقه مناسبه وبالتالي نقدر نشرب هذاك الشاي. من الافضل انني نشربوا خارج اوقات ديال الاكل يعني نشربوا كمشروب في الصباح ولا في الليل ما كيضرش. الحاله الوحيده اللي غتكون كضر هو ان كاين مجموعه الناس اللي كياثر عليهم الكميه ديال الكافيين يعني لك انت نعاسك دغيا كيتخسر بهذا المعنى هذه وما كتقدرش على القهوه دونك اوتوماتيكمون راه حتى الشاي خصك تنقص منه. وفاش كنقول الشاي تنقص منه يعني تقريبا من الربعه العشيه للفوق ما تشرب حتى شي كاس ديال اتاي باش ان هذيك النسبه ديال الكافيين كيكون لك. اللي خديتي مثلا الصباح كيقدر الجسم انه يتخلص منها قبل ما توصل الفتره ديال النوم ديالك. ما كانش كياثر عليك ما عندك مشكل تقدر تشرب حيت كاينين الناس اللي كيشربوا كاس ديال القهوه قاصح كما كنقولوا وكيدخل في الفراش وكيناس كيكون جسمه مولف ما كياثرش عليه. في هذه الحالات قد تناولوا حتى بالليل ما كاين حتى شي مشكل اخت سميه. كيبقاو عنده علاقه مع مرضى السكري ماشي مرضى السكري. دونك مرضى السكري الحاجه ما خصوش يكون فيها السكر. النصيحه الوحيده هو ان الشاي خصو يتشرب بلا سكر. بلا سكر او على الاقل خفف غير السكر صح؟ بالنسبه لمرضى السكري لا، بالنسبه لمرضى السكري لا، للاشخاص العاديين زعما تنقولك على الاقل غير نقص واحد غير السكر اللي ما قدرش عليه مسوس. صحيح دكتور، هي كتبقى الحلاوه اللي فيه هي اللي كتخلينا نفقدوا يمكن ديك القيمه الصحيه ديال اتاي. فإلا خففنا غير السكر كيظهر ليه هو كمشروب واخا ناخذوا منه شحال ما خدينا ما كياثرش علينا اكثر. صحيح، عنده تاثير ايجابي الاخت سميه. دونك الا خدينا حتى بكميه اللي كتكون مرتفعه جوج مرات ثلاثه مرات كما كناخذوا حاليا غالبا كنستافدوا من الخصائص الغذائيه خصوصا الا ما طابش بزاف، الا ما خليناهش يطبخ اكثر من القياس. هذا من جهه. وحنا عندنا واحد الكلمه معروفه في المغرب كتقول لي اتاي مشحر والكشكوشه ومشحر. عرفتي شنو هي مشحر؟ يعني عطيه البوطه عطيه يسخن. علاش؟ باسكو كنقلبوا على المذاق. انا بشوف ما عنديش مشكل مع المذاق، تقد تحافظ على اتاي ديالك، ولكن مره في اليوم من الافضل انك تاخذ داك الشاي الاخضر، الشاي اللي مولف كدير كطيب في دارك عادي، شدو غلي شويه الماء والحبيبات، الحبيبات خليه يطلق، ما غايجيش حمر بزاف، ما غايجيش بنين بزاف، ولكن الخصائص الغذائيه غتكون اكثر من داك الكاس اللي كيكون فيه الكشكوشه، وبالتالي هنا غتستافد من الخصائص، تولي كتقلب على المذاق، ومره مره كتقلب على الخصائص الغذائيه الاخت سميه. هذا من جهه. وحده من الطرق الاخرى اللي ما عارفينهاش الناس هو ان بغيناه مضادات الاكسده، هو في حد ذاته راه مضاد للالتهاب. والحاجه اللي ما عارفينش الناس هو ان عنده استعمالات طبيه اخرى، واستعمالات كما كنقولوا تجميليه الاخت سميه. هذوك الهالات اللي كيكونوا عندنا على مستوى العينين، ما عرفتش انا واش النساء كيستعملوه ولا لا، هو انه طريقه من الطرق الجميله نستعملوه. نقدروا نشدوا مثلا الشاي نغليه واحد شويه في الماء وناخذوا ذاك الوريقات ونديروه مثلا في ذاك لي ساشي صغيورين غير الا كان عندي، ونخليه يكون فازق شي شويه بذاك الماء ديالو ونحطو على العين ديالي على مستوى الهالات السوداء. كيلعب لي دور في تجديد ذوك الخلايا اللي كتكون عندي، وداك ذاك الترهلات اللي كيكونوا بداو على مستوى في الكونتور ديال العين في الدوره ديال العين محيط العين كيبقى غادي وكينقص. زيد عليها كذلك حتى الوليدات الصغار اللي كيقصروا كيقرصهم الناموس. دونك الناموس راه كاين اللي كيدير كياكل الوليدات الصغيره، وحتى حنا براسنا فاش كيعضك شي ناموسه ايتترا. دونك هذاك الطفح الجلدي اللي كيكون بسبب هذاك الناموس او لا طفح جلدي بسبب واحد الحساسيه، خصنا شي حاجه اللي غتهبط لنا ديك النسبه ديال الحكه وداك التحسس. دونك حتى دوك الاكياس المبلله ديال الشاي اوتوماتيكمون كتنقص ليا بشكل ملحوظ وبطريقه سريعه الاخت سميه، والناس هما كيتسنتوا يجربوها، وكتنقص ليا من داك الالم بشكل كبير. الناس اللي كيمشيو مثلا عند دونتيست وكيحيد الضرسه وكيبقى عنده مثلا بعض النزيف، بيان سور الطبيب ديالو راه كيعطيه ما يدير. دونك في هذه الحالات ما كيكونش مثلا شرا داك الشيء اللي قال ليه الطبيب. دونك من الافضل ولا من بين الطرق هو اننا نقدروا نستعملوا كيس صغير ديال الشاي ديال الاتاي ونديروه في ذاك البلاصه كما كنقولوا نعض عليه شي شويه، اوتوماتيكمون كينقص ليا من الالم وكينقص ليا حتى من ذاك النزيف وكينقص ليا حتى من كما كنقولوا من ذاك البكتيريا اللي كتكون كتشكل لي على مستوى الفم واللي كتكون هي سبب رئيسي في ظهور التسوس. دونك هذه وحده من الطرق الغريبه للاستعمال ديال الشاي. وحتى في شق تجميلي اشرتي لهذه النقطه دكتور، الكبح حب شباب وديك المخلفات ديالو ولا التعفنات اللي كتكون، انا كنعرفوا زيت الشاي ولا مثلا حتى الحبوب ديالو مطحونه وكدار على شكل قناع كيعطي واحد النضاره جميله جدا للبشره خصوصا الدهنيه. طيب دكتور، المضاعفات ما فيها باس نتكلموا شويه على المخاطر والمحاذير، وتحديدا انمو تحيه كبيره للخويا خالد النشاط قال لك انا كنشرب اتاي نهار كامل دكتور، واخا كنشرب اللي كنشرب كنعس عادي، ديما عندي اتاي عمر في الحانوت، هو بائع في الحانوت الله يسهل على جميع الناس الحوانت اللي كيبيع ديال الحانوت، فقال لك عنده ديما ديك الصوينيه عامره. هل من خطوره دكتور الا خدينا على المدى البعيد اتاي بواحد الشكل اللي هو مفرط فيه؟
الوغ اول حاجه شار ليها وتحيه ليه وتحيه للمالي الحوانت باسكو راه هو مولود ثقافي ديال المغرب اخت سميه راه مول الحانوت راه كتقاسم انت وياه سنوات ساكن حداك كيعرفك و10 صراحه الله يعطيهم الصحه ويطولنا في عمرهم. الوغ المشكل الاول الاخت سميه اللي يقدر يكون هو ضعف امتصاص الحديد دونك هذه اللي خصو يرضي معها البال. علاش الحديد؟ باسكو الحديد حيت كما كنقولوا هذا الشاي ولا اتاي بالطريقه اللي كنستعملوه الشاي بشكل عام فيه ليطانا واحد من واحد المركبات النباتيه هاد ليطانا هو اللي كتكبح ليا ديك كما كنقولوا الامتصاص كتنقص لي من بشكل كبير من الامتصاص ديال الحديد. الوغ النصيحه اللي غنقول ليه هي مثلا فاش غيكون مثلا غيتناول شي حاجه فيها الحديد غيتناول البيض غيتناول اللحوم غيتناول البقوليات من الافضل انها ما يتناولش قبل منهم اتاي وما يتناولش من موراهم اتاي يعني يخلي مور الغداء ديالو مثلا تغدى ورجع للحانوت ديالو يخلي واحد ساعتين عاد يطيب عليها شي براد وديك الساعه يشربوا ما كاين حتى شي مشكل. الا ما كانش كيأثر عليه الاخت سميه يعني ما كيعصبوش حيت فاش كنقولوا لها كافيين الا شربتي مثلا 4-5 الكيسان في النهار ولا 6 الكيسان في النهار ديال الشاي فيه الكافيين دونك الكافيين التركيز ديالو اللي طلع ليا في الجسم حتى هو كيأثر بشكل سلبي وكيطلع ليا من التوتر والقلق. الا كان هو ما كيأثرش عليه ما فيها تباس دونك راه جسمه زعما يتحمل غير هو على المدى البعيد يقد يولي برزته يعني يقد يحس براسو كيتقلق دغيا يعرف انه راه السبب الرئيسي غيكون ذاك الكافيين يبدا ينقص شي شويه يقلل السكر هذا يقلل بعدا يقلل الشاي وعاد نهضروا على السكر اخت سميه. الوغ الا كنتي كتشرب 4-5 الكيسان في النهار وكاملين حلوين دونك هنا راه كيولي عندنا كتشرب مشروب اللي التركيز ديال السكر اللي فيه كيكون مرتفع وبالتالي الاندكس جليسيميك ديالو كيكون مرتفع يعني مؤشر الحلو كيكون مرتفع بشكل كبير بالتالي غيولي يطلع لك السكر دغيا غيولي يحفز لك البنكريا انه يخدم دغيا والله يستر يقدر الى المدى البعيد يدير لك مشكل ديال مرض السكري وكيكون السبب الرئيسي ديالو هو ذاك السرعه في تطلع ديال السكر في الدم. داك الشيء علاش الا كنت غنتناول 4-5 الكيسان من الافضل ان نسبه السكر ديالي نبقى غادي وكنقصها وديما انا كنقولها من اخت سميه راه المذاق والله العظيم الا ولف المذاق ولف في اللسان ديالنا شو ما تعودتي كتمشي عليه اكيد في اللسان ديالنا عندنا مستقبلات ديال المذاق هذوك المستقبلات كيتعودوا دير غير اسبوع حنقص من السكر نعاود نعطيك ذاك الشاي نيت اللي كنتي كتاكل كتشرب السكر اللي ما غاديش يعجبك علاش باسكو كيتاقلم بطريقه سريعه. طيب دكتور انا كنحييك وتنشكرك كان بدنا نبقاو مده اطول ولكن لذلك الفقره فانا كنحييك على اختيار الموضوع كيبقى داخل في الثقافه ديالنا المغربيه مورود شعبي محبب دليل على الكرم وعلى الضيافه وعلى المعزه اللي كنكنوها لبعضياتنا وحنا محتاجين جلسات ولكن خليتي غنحضروا بطريقه صحيحه. اول حاجه ما نطبخوش بزاف ما نزيدوش عليه اضافات كثيره ونقللوا من السكر وكيبقى المشروب المفضل الا بغينا نقولوا الصحه ديالنا اللي هو اتاي. فشكرا جزيلا لك دكتور نهارك مبروك غادي نشوفك.